تلخيصا للمشهد وحتى أكون منسجم مع قناعاتي، أنا أعتقد أن الحكومة مخطئة ويجب أن تحاسب على غيابها، لكن المتسبب الرئيسي من وجهة نظري المتواضعة في تعطيل الجلسات منفردا هو السيد رئيس مجلس الأمة. والدعوات المقدرة لأعضاء المكتب نائب الرئيس وأمين السر والمراقب ولجنة الدستور لا يتجزأ أن تعامل وفق النصوص. لا يملك مكتب المجلس وفق قناعاتي إذا الرئيس طق المطرقة ورفع الجلسة وفق المادة 31 من اللائحة الداخلية، لا يملك لا نائب الرئيس ولا أمين السر ولا مراقب عقد الجلسة، لأنه يجب أن يكون هناك تفويضا من الرئيس لمن يراه لعقد الجلسة. لذلك يجب أن تكون دعواتنا وتحركاتنا موجهة ومنصبة وبشكل مباشر إلى السيد رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسات. ومحزن يعني المؤتمر الصحفي رئيس مجلس الأمة كل المؤتمر يتكلم عن المادة 116 اللي هي محل خلاف أصلاً، ولم يتطرق إلى المادة 90 ولا المادة 97 ولا المادة من الدستور ولا المادة 73 من اللائحة الداخلية.